السعادة إن الإنسان يكون راضي عن نفسه وينام وهو حاسس إنه ما أذاش حد، وإنه حاول إن يسعد الناس، لأن سعادة الناس من سعادتي. وأجمل لحظات السعادة عندي لما بعمل كشف جديد لأول مرة، أو بشوف تمثال متخبي في الرمال من 3000 سنة وقابله وجها لوجه لأول مرة. والحاجة التانية لما باجي اكتب بقى عن الكشف ده، وانا بكتب عن الكشف ده بحس ان قلبي كله بيهتز من السعاده. ده في رايي ان الانسان لازم يكون راضي عن نفسه، وسعاده الانسان في شغله وعمله وحبه للناس. زي يا حواس، ازيك يا لامي؟ اكتر حاجه بتسعدني النجاح، بيسعدني ان انا اقعد في وسط ولادي وجوزي وامي واخواتي، دي حاجة بتسعدني. انه انا اساعد حد او اسعد حد، دي برضو حاجة بتسعدني. يعني تقريبا كده دول اكتر حاجات بيسعدوني. ليمي الف مبروك البرنامج الجديد، وسألتيني ايه هو سر السعادة. سر السعادة بالنسبة لي في الرضا، الرضا ان ربنا يكون راضي عني، وسر السعاده في الرضا ان انا اكون راضيه عن كل حاجه حواليا، سعيده بيها وراضيه. الف حمد وشكر ليك يا رب، هو ده سر السعاده. مساء الفل. اتسالت عن مفهوم السعاده بالنسبه لي. السعاده بالنسبه لي تتلخص في كلمه واحده، الستر، ان اكون مستور. طبعا احنا كبرنا ودرجنا على ان الستر او الستر معناه ان البيت يكون فيه فلوس. هو يا جماعة الفلوس دي ارخص انواع الرزق وارخص واقل انواع الستر. الستر هو الصح، الستر هو ان ربنا يبقى مغطيك في كل تفاصيل حياتك، هو ان عربيتك تعطل قدام باب بيتك او تشطر بنزين قدام البنزينة، ان مرتبك يكفيك لاخر الشهر، او لو عييت وتعبت بعد ما تقبض بيوم ولا اتنين وانت معاك فلوس. الستر ان انت ممكن يكون مرتبك مش قد كده، لكن ربنا شايل من عليك هموم وشايل من عليك بلاوي زي الامراض والحوادث الخ الخ الخ، وده نوع من انواع الستر اللي بيكافئه فلوس كتير ممكن تكون ما خدتهاش، لكن ربنا عوضك منك انت تبقى محوج للفلوس دي عشان تعوض او تصلح المشاكل اللي عندك. السعادة بالنسبة لي هي ان انا اكون مستور. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. باسم ابو العنين، مذيع في قطاع الاخبار، شبكة تلفزيون النهار. السعادة بالنسبة لي هي الرضا، انك تكون راضي ومتقبل كل اللي ربنا قاسمه لك، هو ده اقصر طريق للسعادة. وطبعا الصديق الوفي اللي دايما بيقف في ظهرك ويساعدك انك تعمل حاجات كويسة في حياتك، ده برضو من اهم اسباب السعادة. وعلشان كده بقولك مبروك يا ليمي، وفعلا السعادة مع ليمي.